استمرار كذلك التداعيات والتوترات الدولية المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا وما لذلك من آثار سلبية خصوصا على المستوى الاقتصادي في بلادنا، وخاصة إشكالية الارتفاع الأسعار واستمرار مؤشر التضخم في الصعود مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للمواطنين المغاربة. واستمرارا لآثار وتداعيات كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي رغم ما يظهر من مؤشرات مشجعة على تعافي الاقتصاد العالمي من تراجع مؤشرات انتشار الجائحة، وتعتبر إشكالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الآثار البعيدة المدى التي ما زالت تلقي بظلالها على السوق الدولية والوطنية. وفي مقابل ذلك فإن التحولات التي يعرفها المحيط الجوي والإقليمي للمغرب، خصوصا التحولات الإيجابية لتلك الدول، التحول الإيجابي لتلك الدول تجاه قضية الصحراء المغربية، يطرح على بلدنا سؤال تحصين ذلك التململ الإيجابي لصالح قضيتنا الوطنية في اتجاه تحقيق مزيد من الانتصارات التي تقرب بلدنا أكثر فأكثر من إغلاق قوس هذا النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، مما سيعفيه من تكاليف الابتزاز الذي تمارسه عدد من القوى الدولية. الأخ الأمين العام، الإخوة والأخوات، ضيوفنا الكرام، إن شبيبة العدالة والتنمية تعتبر أن قضية استكمال المغرب لوحدته الترابية والوطنية هي أولى الأولويات التي تشغل جميع المغاربة، فهي ليست قضية دولة فقط بقدر ما هي قضية دولة وشعب وأمة بأكملها، وإن حل هذا النزاع المفتعل لا يمكن تصوره خارج مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا، وأن المحاولات المستمرة من أكثر من جهة لتوسيع الشرخ وإشاعة نفس الفرقة بين شعوب المنطقة المغاربية لا يمكن أن تزيدنا إلا يقينا في صوابية الخيارات التي اتخذتها بلادنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.